لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ في يوم القيامة هناك نداءات، نداءات يفرح بها المؤمنون ويحزن غيرهم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم القيامة يؤتى بالموت على هيئة كبش، فيؤتى به بين الجنة والنار، ثم ينادى في أهل الجنة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، الموت. ثم ينادى في أهل النار: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، الموت. قال عليه الصلاة والسلام: فيذبح بين الجنة والنار. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، اللهم اجعلنا منهم، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال: فيزداد أهل الجنة سعادة إلى سعادتهم، وأنسا إلى أنسهم، وفرحا إلى فرحهم، أننا سنظل في هذا النعيم ما نموت أبدا. ويزداد أهل النار بؤسا إلى بؤسهم. هذا نداء يوم القيامة. من نداءات يوم القيامة أهل الأعراف، وبينهما حجاب بين الجنة والنار، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم طبتم. لم يدخلوها، لم يدخلوها الأعراف بعد، وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهل الأعراف هم أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يستحقوا دخول الجنة ولا دخول النار. وقيل هم أقوام شهداء خرجوا إلى الجهاد فاستشهدوا، لكن من غير أذن أمهاتهم ولا آبائهم، فحبسوا عن دخول الجنة بسبب عدم استئذانهم لوالديهم. وقيل فيهم أقوال أخرى. أهل الأعراف ينادون أقواما في النار، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم: يا أبا لهب نعرفك، يا أبا جهل نعرفك، يا فرعون نعرفك، يا نمرود، يا قارون، يا فلان، يا أمية بن خلف، يا عقبة بن أبي معيط الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بعظم النخر يابس وفته بين يديه وقال: تزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم بصفاتهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم، جمعكم في الدنيا وقوتكم واجتماعكم وما عندكم من قوة، ما عندكم من وسائل إعلام لتفسدوا وتفرقوا وتعملوا ما تعمل، ما أغنى عنكم جمعكم لوسائلكم ولا لأموالكم ولا لتكثيركم، وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ هذا نداء يوم القيامة. من النداءات نداء أهل الجنة لأهل النار: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. أهل الجنة يقولون لأهل النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا.
الله وعدنا إذا تصدقنا أن يضاعف لنا، الله وعدنا إذا تركنا شرب الخمر أن نلقى الجزاء في الجنة بأنهارها، الله وعدنا إذا متنا في سبيله أن يكون لنا كذا وكذا وكذا الدرجات، الله وعدنا إن أحسننا إلى والدينا أن يكون لنا كذا وكذا، الله وعدنا إن صمنا أن ندخل من باب الريان، الله وعدنا إن حفظنا القرآن أن يرفعنا الله بالقرآن. إن نحن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أنتم في الدنيا تقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، نحن وعدنا الآن الوعد وجدناه حقا. ينادي أهل الجنة أهل النار يسألونهم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الله وعد شارب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال، ها هي شارب الخمر ذقت من طينة الخبال؟ الله وعد المنافق أن يكون في الدرك الأسفل من النار، ها هي منافق هل أنت في الدرك الأسفل من النار؟ الله وعدكم بسلاسل وأغلال في النار، هل وجدتم السلاسل والأغلال؟ الله وعد أن يكون ضرس الكافر كجبل أحد، هل عظم ضرسك وجسدك يا الكافر حتى تعذب أكثر؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قرأنا في القرآن وعودا وفي السنة وعودا، فلما دخلنا الجنة رأيناها حقيقية، ما كذبنا الله ولا كذبنا رسوله. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم نعم، وهم في أغلالها، نعم وهم في جحيمها، نعم وهم في عذابها. فأذن مؤذن بينهم، واحد يصيح بأعلى صوته اللعنة الله على الظالمين، مهما تلعن ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. عندها ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة فماذا يقولون؟ قال الله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، الآن آمنتم أن الله سيرزقهم، أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هذه نداءات تكون في يوم القيامة، في يوم القيامة إذا أعطي الرجل كتابه بيمينه ينادي ملك من الملائكة ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، رواه الطبراني. هذا نداء ينادى في يوم القيامة. يقول أبو حازم الأعرج قال ينادى في يوم القيامة أن ليقم أصحاب خطيئة كذا، ليقم شراب الخمر فيقومون، ليقم من وقعوا في الزنا فيقومون، ليقم من نظروا إلى الحرام فيقومون، ليقم من أكلوا الربا فيقومون، ليقم من أكلوا مال اليتيم فيقومون، ليقم، يقول يقال ليقم أهل خطيئة كذا وكذا فيقومون. يقول أبو حازم أفلا يستحي أحدكم في يوم القيامة أن يقوم مع كل خطيئة؟ يعني إذا قالوا يقوم الكذابون قام، ثم إذا قالوا يقوم أكلة الربا قام أيضا لأنه أكل الربا أيضا، ثم إذا قيل ليقوم تارك الصلاة قام أيضا معهم، وإذا قيل ليقوم عاق والديهم قام، أعوذ بالله. يقول أما يستحي أحدكم أن إذا نودي يوم القيامة لكل من فعل خطيئة أن يقوم هو مع كل خطيئة؟ هذا من نداءات يوم القيامة. من نداءات يوم القيامة أن إذا دخل أهل الجنة الجنة وصاروا في أنسها ونعيمها ولذتها وحبورها وسرورها وذاقوا نعيما ما ذاقوه أبدا ورأوا ما لم تره أعينهم ولم يخطر على قلوبهم ولم يرد على عقولهم بينما هم في نعيمهم إذ أشرق نور من فوقهم ثم ينادون
يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما نرجو، وأمنتنا مما نخاف. أنت أعطيتنا الجنة وأمنتنا من النار، لماذا ما نرضى يعني؟ فيقول الله تعالى إن لكم عندي موعدا أريد أن أنجزكموه، فيكشف الحجاب عن وجهه، فينظرون إليه، ينظرون إلى ربه الذي طالما أحبوه ودعوه وخافوه وعظموه واشتاقوا إليه، ينظرون إلى ربهم الذي طالما صلوا له وصاموا وقاموا وتصدقوا، ينظرون إليه، فينظرون إليه فلا ينصرفون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. هذا من نداءات يوم القيامة. النداءات في يوم القيامة متعددة، من أعظمها قول الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ينادي الله تعالى قوم يونس وقوم هود وقوم صالح، يونس أمركم بكذا ونهاكم عن كذا، ماذا أجبتم المرسلين؟ صالح أمركم بكذا ونهاكم عن كذا، ماذا أجبتم المرسلين؟ شعيب، لوط، موسى، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا نداء ينادى به الناس أيضا في يوم القيامة. من أعظم النداءات التي تكون في يوم القيامة والعبد بين يدي ربه جل وعلا يرجوه ويخافه ويتنعم بنعيمه، رجل ينادي ليخرج من النار فيخرجه الله تعالى منها ويقعده على حواف النار عياذا بالله، فيقول الحمد لله الذي أنجاني منك يعني من النار، ثم يقول يا ربي أبعدني عن النار فإنه قد آذاني حرها وصراخ أهلها ونتنها، فيقول الله تعالى له يا عبدي هل رأيت إن أعطيتك هذا أن تسألني غيره؟ فيقول لا يا ربي، ويعطيه العهود والمواثيق ألا يسأله غيره، فيبعده الله عن النار. ثم تبدو له شجرة عظيمة فيسكت ويتصبر فلا يصبر، فينادي يا ربي يا ربي، فيقول الله تعالى ما لك يا ابن آدم، فيقول أدنني من تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله تعالى يا ابن آدم ما يسريني منك، ألم تكن أعطيتني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ فيقول يا ربي وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها، فيدنيه الله تعالى من تلك الشجرة حتى إذا جلس تحتها واطمأنت نفسه وابتعد عن النار جعل ينظر من بعيد فرأى باب الجنة، قال يا ربي يا ربي أدنني إلى الجنة، فيتصبر ولا يصبر أدنني إلى الجنة، ينادي، فيقول الله تعالى يا ابن آدم أرأيت إن أدنيتك أن تسألني غيره؟ فيقول وعزتك وجلالك ألا أسألك غيرها أبدا، فيدنيه الله تعالى من الجنة ويقف عند بابها، فيأتيه من ريحها وحسنها وبهائها لكنه لم يدخلها، ثم يتصبر فلا يصبر، فيقول يا ربي، ينادي يا ربي أدخلني إلى الجنة، فيدخله الله تعالى إلى الجنة حتى إذا دخل خيل إليه أنها ملأى، خيل إليه أن الجنة ملأى يعني أن الناس قد نزلوا في منازلهم وأخذوا
كل ما فيها من قصور سكنت وبيوت امتلأت خيل إليه أنها ملأى، يقول يا ربي تدخلني الجنة بعدما نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول الله تعالى يا ابن آدم أيرضيك أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. فيقول الله تعالى هذا لك ومثله معه. قال رضيت ربي، يعني أعظم ملك من ملوك الدنيا نعطيك مثل ملكه، ونعطيك ملكا آخر مثله نضربه في اثنين الضعف. قال رضيت ربي، فيقول الله تعالى هذا لك ومثله معه ومثله معه ومثله معه ومثله معه، خمسة أضعاف ذلك الملك. فيقول رضيت ربي رضيت ربي، فيقول الله تعالى له هذا لك وعشرة أمثاله، يعني مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا 50 مرة. كم عنده من دواب، كم عنده من متع، كم عنده من أرائك، كم عنده من ملك، من جمال، من صحة، من متع، نعطيك 50 مرة مثله. قال رضيت ربي رضيت ربي، قال هذا لك وعشرة أمثاله، يعني 50 ضعف، ولك ما اشتهت عين ما اشتهت نفسك ولذت عينك، يعني أي شيء تراه يعجبك لك مباشرة، أي شيء تشتهيه نفسك هذا لك مباشرة. قال ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر قصة ندائه وشوقه، قال فهذا أدنى أهل الجنة منزلة، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. هذه أمور الآخرة وما أعد الله تعالى فيها من نعيم أو عذاب. هذا هو العالم الأخير الذي يسوق الله تعالى إليه الناس، هذا هو العالم، هو المقر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هذا هو العالم الأخير الذي خلقنا الله تعالى له وأسكن آدم عليه السلام في جنته، لكن الله تعالى أهبطه وذريته إلى الدنيا ليعيدهم بعد ذلك إلى الآخرة. هذا هو العالم الأخير، يبتدئ بموت الإنسان، ومن مات فقد قامت قيامته، يمر بحياة البرزخ بالقبر وما فيه من نعيم أو عذاب، يمر بالنفخ في الصور، يمر بقيام الناس بين يدي ربهم جل وعلا، يمر بتطاير الصحف، ثم يكون مستقرهم إلى جنة أو إلى نار. نسأل الله تعالى أن يشملنا برحمته وإحسانه ومغفرته. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟